Evlenmek mi, bekarlık mı? الزواج أم العزوبية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع الدرس 24 من دروس المحادثة. سنحضر اليوم مشهد بين طالب شاعر وبين أستاذه الشاعر الأكبر، ويتحدث مع أستاذه فيقول له أستاذه: جميع أصدقائك تزوجوا، فلماذا لم تتزوج؟ أين أنت؟ كيف سيجيب أستاذه وماذا سينصحه؟ بماذا سينصحه أستاذه؟ هيا بنا نشاهد ثم ندرس الحوار معا. Ara özledim Cahit. Ne yapsan köklerinden kopamıyor insan. Özleyen özlenendir üstadım. Maraş da sizi özledi. Demek Erdem evleniyor ha? Rasim de evlendi. Bir sen kaldın mı Cahit? O mevzuda cesaretsizim üstadım. Çevremde gördüğüm modern kızlar cesaretsizliğimi kurbaçladı. Şüphelerle boğuluyorum. Evlenmek mi yoksa mücerret yaşamak mı? Bilemiyorum. Olmaz. Evlenmeden olmaz. Efendim, Abdülhakim Arvasi Hazretleri evlen evlen diye ısrar ederdi. Fakirhaneyi teşrifini arzu ettim. نبدأ الآن بقراءة حوار هذا المشهد ودراسته. يقول الأستاذ لتلميذه: مراش أزلدم جاهد. يا جاهد، لقد اشتقت إلى مرعش. مراش أزلدم، اشتقت إلى مرعش جاهد. نستطيع أن نستخدم هذا التركيب في أشياء كثيرة. أي شيء نريد أن نقول عننا اشتقنا عنه، أننا اشتقنا إليه، نضع بعده مثلا سان سني أزلدم، بابام بابام أزلدم، أنم أنمي أزلدم، حلب حلبي أزلدم، شام شام أزلدم. ماذا أقول أيضا؟ مثلا أقول لأخي أكل أزلدم أحمد، لقد اشتقت إلى المدرسة يا أحمد، وهكذا. يقول مراشو أزلدم جاهد، ثم يكمل ويقول: نابسان كوكلريندن كوباميور إنسان. ماذا تفعل نابسان؟ يعني ماذا ستفعل؟ ماذا تفعل؟ كوكلريندن كوباميور إنسان، الإنسان لا يستطيع أن ينقطع عن جذوره، لا يستطيع الإنسان أن ينسى أصله، هذا هو المعنى. كوك جذر، كوكلريندن عن جذوره، كوباميور لا يستطيع أن ينقطع، كوبمك الانقطاع، كوبام كوب كوبميور لا ينقطع، كوباميور كوبا ميور الآ تعني استطاعة، لا يستطيع الإنسان أن ينقطع عن جذوره. كوكلريندن كوباميور إنسان، أصلها إنسان كوكلريندن كوباميور، لكن لأن الجملة شاعرية وضعنا الفاعل في النهاية. كوكلريندن كوباميور إنسان، الإنسان لا يستطيع أن ينقطع عن جذوره. هذه نستطيع أن نستخدمها عند الكلام عن الشوق إلى الوطن. نكمل. ماذا يقول التلميذ لأستاذه؟ يقول جملة جميلة جدا، يقول: من يشتاق يشتاق إليه يا أستاذي. من يحب يحب، من يشتاق يشتاق إليه. أزليان أزلناندر أستاذم أستاذم أستاذم، كلمة عربية أستاذ يعني أستاذ، أستاذم أستاذي. أزليان أزلناندر، من يشتاق يشتاق إليه، أيضا نستطيع أن نستخدمها في حواراتنا، في محادثاتنا، في التعبير عن عواطفنا، يعني إذا اشتقت إلي فسأشتاق إليك. أزليان أزلناندر، أو من يشتاق يشتاق الناس إليه. ثم يكمل الطالب ويقول: مراشتا سيزي أزلدي. مرعش أيضا اشتاقت إليكم يا أستاذي. مرعشتا مرعش أيضا سيزي أزلدي، اشتاقت إليكم. ثم يكمل الأستاذ ويقول: ديمك أردم إفلانيور ها؟ إذن أردم يتزوج، أليس كذلك؟ دمك إذن نعم، دمك معناها القول، ودمك معناها يعني. ندمك ماذا يعني؟ دمك يعني، يعني أردم إفلانيور، أو إذن نستطيع أن نقول إذن أردم يتزوج ها، يعني أليس كذلك؟ راسم يقول عفوا، يكمل ويقول: راسم دا إيفلندي، وراسم أيضا تزوج. راسم راسم دا أيضا إيفلندي، راسم دا إيفلندي. إيه بيرسان كالدن جاهد،
لم يبق سواك يا جاهد، أو بقيت أنت يا جاهد. إيه بالعربية أيضا نقول إيه للتنهد، إيه بير ستان كالدن، ستان كالدن بقيت أنت، بير ستان كالدن يعني بقيت أنت وحدك، بير ستان يعني لم يبق إلاك، لم يبق سواك، بير ستان كالدن جاهد، بقيت أنت يا جاهد. طيب الآن جاهد يجيب أستاذه ويقول بو مفزودة جسارة سيزم أستاذم، أنا جبان في هذا الموضوع يا أستاذي. بو مفزودة، مفزو كلمة عربية موضوع، في هذا الموضوع بو مفزودة، بو مفزودة، بو مفزودة. جسارة أيضا كلمة عربية جسارة، أليس كذلك؟ هو جسور شجاع، جسارة شجاعة، جسارة سيز عدم شجاعة، جسارة سيزم أنا عديم الشجاعة، أنا عديم الشجاعة في هذا الموضوع أستاذم يا أستاذي، ليس عندي الشجاعة في هذا الموضوع يا أستاذي. يكمل ويقول چفرمدا gördüğüm modern kızlar، الفتيات المتمدنات، هنا يوجد خطأ في الترجمة، الفتيات المتمدنات اللواتي أراهن حولي، çevremde gördüğüm هكذا، çevremde حولي، gördüğüm الذين أراهم، modern kızlar الفتيات المتمدنات، الفتيات المتمدنات çevremde gördüğüm اللواتي أراهن حولي، ماذا فعلنا؟ جسارت سيزليمي كرباتش لدي، جلدنا شجاعتي، جسارت سيزليك عفوا جلدنا ليس شجاعتي، جلدنا جبني، أنا هنا يوجد خطأ في الترجمة، جلدنا جبني يجب أن نكتب، لذلك هكذا نقول نوت ونكتب جب، نعم جيم باء نون ياء، جلدنا جبني. جسارتسيز ليمي كرباتش لدلار، جلدنا شجاعتي، الفتيات المتمدنات اللواتي أراهن حولي، جلدنا عدم جرأتي، جلدنا جبني. نعم نعيدها. çevremde gördüğüm modern kızlar cesaretsizliğimi kırbaçladı. برأيكم ماذا يقصد من هذه الجملة؟ ماذا يقصد بهذه الجملة؟ الفتيات اللواتي أراهن حولي من الفتيات المتمدنات جلدنا جبني. جسارة سيزليمي كرباتشلد، استخدم تعبير أدبي ليعبر عن حالته. طيب فماذا يقصد يا ترى؟ ثم يكمل ويقول شبهلرلا بوليورم، أنا أغرق في الشكوك. شبهة كلمة عربية، شبهة، شبهلرلا بالشبهات بالشكوك، بوليورم أنا أغرق، أغرق بالشبهات أو أغرق في الشكوك. بماذا يشك؟ يعني من ماذا يرتاب؟ يقول إفلنمك مي يوكسا مجرد يشمك مو، هل الزواج أم العيش وحيدا؟ يعني أيهما أنسب؟ هل أيهما أنسب لي؟ يقول هكذا، هل أتزوج أم أعيش وحيدا؟ إفلنمك مي يوكسا مجرد مي مجرد يشمك مو. ثم يقول بلم يورم، لا أستطيع أن أعرف أيهما الأنسب لي، هل أتزوج أم أبقى أعزب؟ فيقول له أستاذه olmaz لا يمكن، ثم يكمل ويقول evlenmeden olmaz لا يمكن، بالعامية نقول ما بيصير، evlenmeden olmaz لا تستقيم الحياة بلا زواج، هو المعنى الحرفي ما بيصير بدون زواج، لا يمكن بدون زواج، لكن إذا أردنا أن نصيغ الجملة بصيغة عربية فصيحة نقول لا تستقيم الحياة بلا زواج evlenmeden olmaz. ثم يقول، يروي حكاية قصيرة جدا في سطرين، أفندم يقول لطالبه، أفندم يعني أفندم تأتي بمعنى سيدي أو هكذا، لكن تقال من أجل الاحترام، أفندم عبد الحكيم أرواسي هزرتلري، حضرة عبد الحكيم الأرواسي، عبد الحكيم الأرواسي هو شيخ الأستاذ، ماذا يقول؟ يقول عبد الحكيم أرواسي هزرتلري إفلن دي إصرار أدردي، إصرار أدردي، كان يصر علي أن تزوج إفلن تزوج دي أن، أو يعني بأن يقول أو هكذا، إصرار أدردي كان يصر، إصرار كلمة عربية، أدردي كان يفعل، إصرار أدردي كان يصر، إفلن دي إصرار أدردي كان يصر علي أن تزوج. هذه الصيغة نستطيع أن نستخدمها لأشياء كثيرة، مثلا ماذا نقول؟ كان يصر علي دائما
أن مثلا ماذا؟ اشتري سيارة، اشتري سيارة. أرابا آل، أرابا آل diye ısrar ederdi. مثلا ماذا نقول أيضا؟ سيجارة içme، سيجارة içme diye ısrar ederdi. كان يصر علي أن لا أدخن. ماذا أيضا؟ نستطيع أن نضع ماذا نشاء. افعل كذا، افعل كذا diye ısrar ederdi. ماذا نقول أيضا؟ gel gel diye ısrar ederdi. أصر علي أن تعالى. نقول أيضا زرنا، زرنا يعني بزي زيارة ات، بزي زيارة ات دي اصرار ادردي. كان يصر علي او كان يصر ان تعالى وزرنا، تعالى وزرنا، وهكذا. كان يصر علي دائما تزوج، تزوج. نكمل ويقول فقير هانيا تشريفني ارزو اتم برجون، وفي يوم من الايام دعوته الى زيارة بيتي المتواضع. فقير، فقير، هانا مكان، فقير هانا مكان الفقير، يعني يقصد نفسه. دعوته إلى زيارة بيت الفقير، يعني بيتي المتواضع. فقير هانيا إلى بيتي المتواضع، إلى فقير هانيا إلى البيت المتواضع، يعني إلى بيتي المتواضع. تشريفني أرزو اتم، أرزو اتم رجوت، تشريفني أن يشرفني. إذا رجوت أن يشرفني في بيتي المتواضع. فقير هانيا تشريفني أرزو اتم بيرجون، وفي هكذا يصبح المعنى. وفي يوم من الأيام دعوته إلى زيارة بيتي المتواضع حرفيا، وفي يوم من الأيام رجوت أن يشرف بيتي المتواضع. فماذا قال عبد الحكيم أرواسي؟ قال إفلن مدن إفينا جال مام ددي. فأجابه شيخه أو أستاذه وقال له لن أزورك إن لم تتزوج، أو لا أدخل بيتك حتى تتزوج. إفلن مدن من دون زواج، إفينا جال مام لا آتي إلى بيتك، المعنى لا أدخل بيتك حتى تتزوج. إفلن مدن إفينا جال مام. ماذا نستطيع أن نقول أيضا؟ لن أزور بيتك مثلا حتى تزورني. بني زيارة إتمدن إفينا جال مام مثلا. أو لن أزورك من دون أن أجلب هدية. هدية، هدية ألمدن إفينا جال مام. لا أزورك، لا أدخل بيتك حتى أشتري هدية. ونستطيع أن نكتب أي شيء آخر هنا ونستخدمه في نفس هذا القالب الذي يستخدم في المحادثة. المقطع انتهى، نعيد الآن مشاهدته مرة أخرى. Maraş özledim Cahit. Ne yapsan köklerinden kopamıyor insan. Özleyen özlenendir üstadım. Maraş da sizi özledi. Demek Erdem evleniyor ha? Rasim de evlendi. Bir sen kaldın Mücahit. O mevzuda cesaretsizim üstadım. Çevremde gördüğüm modern kızlar cesaretsizliğimi kurbaçladı. Şüphelerle boğuluyorum. Evlenmek mi yoksa mücerret yaşamak mı? Bilemiyorum. Olmaz. Evlenmeden olmaz. Efendim, Abdülhakim Arvasi Hazretleri evlen evlen diye ısrar ederdi. Fakirhaneyi teşrifini arzu ettim bir gün. Evlenmeden evine gelmem dedi. بعد أن شاهدنا المقطع للمرة الثانية أذكركم لا تنسوا كتابة نص هذا الحوار، قراءة كل جملة 10 20 30 مرة بصوت عال، الكتابة على منوال هذه الجمل حتى تقوى محادثتكم وتصبح سلسة، سهلة، سريعة أكثر. ولا ننسى أن نجدد شكرنا للمنتسبين إلى هذه القناة الداعمين لها دعما قويا أو متوسطا أو ضعيفا، فبجهودنا معا يستمر العمل ويزدهر ويثمر. دامت البسمة متراقصة على شفاهكم والفرحة مالئة لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يطيب فيه.